تاني. يعطيك العافية، اليوم جايين زيارة نعمل عندك صبحية. يعطيك العافية. هلا كنا عم نصور هون الفلاحين وقالوا لي انه انت بتشتغلي احلى جبنة هون. خلينا نشوف كيف بتشتغلي الجبنة. بتشتغليها على ايدك؟ ايه سويها على ايدي. كيف؟ والله اول شيء تكون اذا من دور حليب تازة من اول بقرة ما بده تفتير. حط جيب عندي حب دور تبع جبنة. حط الدور وحركهم بضل شي ساعة ساعة ونص ساعة هيك بيطلعوا الجبنات. عندي كبك للجبنة. هيو شو اسمها؟ كبك تبع الجبنة تبع الجبنة. قالب تبع الجبنة. هيو حط احطهم بالقالب هون. بسم الله الرحمن الرحيم. عاملية جاهزة كمان. ايه هلا بدي اقطع لك اياها. ها عاملة وحدة؟ ايه هل سويتهم لانه ما بتقدر تتاخري عليها لان عرفتي؟ تعمليها قبل بالنهار ولا الصبح؟ اي ساعة ما بدك تسويها، بس بتكون حليب تازة دغري بسويها. بدك تجيبي تحززيها للجبنة؟ ترجيها. هلا انت بتعملي كل شيء بالبيت؟ يعني لبنة جبنة وبتزرعوا بالأرض كل شيء لإلكم. قديش بتوفري هيك؟ خير الله. خير الله. هني بتخرطيهم بترشي له الملح وهن بدي مصوا مي على الطرفين. ترد ترشي الملح وتدشريهم ثلاث ايام حتى يشدوا. بس يشدوا تجيبي تحطي مي وملح وتغليهم. تكبي مي اللي غليتهم تكبي ميتهم. تحطي له مي نظيفه وتغليهم وتضبيهم بالبراد. بدك اياهن بالفريزه ما تحطي لهم مي. تعبيهم بكياس تحطيهم بالفريزه. ما بتتاثر الجبنه اذا حطت بالفريزه ولا ما احلاها بتبقى؟ لا بتنحط بالفريزه. حطيها انت لا اغليها عقب ما تغليها نشفيها وحطيها بكياس بالفريزه اول باول. طيب خلينا هلا بالختام، يعني اذا كل هيك مثلك ربة منزل بتشتغل كل شيء بايدها، قديش احسن ولا متعب بالنسبه لك؟ والله الحمد لله اقول لك الشغل اللي عم اشتغله الله مقويني. قد عمرك؟ عمري حذري 40 سنة. 40 سنة عاملنا الحجي 34. لا والله ست الصبايا. لا والله أكثر. إيه؟ هذا الشغل ما بيتعبك ولا بيقولوا كانوا أهلنا أيام زمان بيقولوا بيشتغل زيادة بيورد؟ والله والله بشتغل. قوم بكير أنا عندي بقر. جوزي بروح على السوق نظف تحت البقر بطلع له برا بحط له علاف. واشتغل خير الله وكنس الحواش بكشطف كله لحالي. هيك كمان بتوفري على البيت نوعا ما، يعني كل شيء بتشتغلي على ايدك اوفر. هلا هلا انا لو ما عم اساعده لجوزي ما في لحاله. صح ابني عسكري وانا وياه لحاله بدي اتعب. بتخانقتوا كل يوم على المصروف؟ هلا ما في خناق على المصروف؟ لا 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 ما في خناق الحمد لله رب العالمين. طيب لكل هلا ايده انا من طلعت ايده ايده. طيب هلا بالختام لكل اللي عم يشوفونا، دائما بنقول ست البيت السوريه وربة المنزل السوريه رغم كل الظروف هي مدبره من الطراز الرفيع، مو لانه نحن منحازين، حتى ست بيت وست مطبخ بامتياز. لكل الصبايا والستات اللي عم يشوفونا اشتري شيء كله على ايدي. شو بتقولي لهم؟ والله كله على ايدي الحمد لله.